لحظات من الرعب عاشها أطفال مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونكتيكت بعد إقدام رجل مسلح على إطلاق النار في باحة المدرسة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا بينهم 14 طفلا على الأقل. الشرطة وضعت طوقا أمنيا حول المدرسة وقامت بإخلاء جميع التلاميذ والعاملين فيها. وفي أول معلومات صادرة عنها قالت الشرطة إن الشاب الذي عرف بأنه راين لانزا يبلغ من العمر 24 عاما أطلق النار على والده قبل أن يتوجه إلى المدرسة ليقتل والدته التي تعمل فيها والضحايا الآخرين. هذه الطالبة تقول: عندما كنا ذاهبين إلى الاجتماع الصباحي سمعنا صوت طلقات نارية، الجميع ذهب إلى الطابق السفلي. لقد كنت في النادي الرياضي وسمعت شيئا كسبعة انفجارات كبيرة. مدرسو الرياضة قالوا لنا أن نذهب إلى الزاوية وكنا نسمع صوت طلقات نارية. والد أحد الطلاب يقول: لقد هرعنا إلى هناك باقي جميع الأهالي، عند وصولنا منعنا من الدخول، لكن لحسن الحظ مركز الإطفاء كان بالقرب وقاموا بنقل الجميع بما فيهم الطلاب إلى مخرج الطوارئ. ويعد هذا ثاني أسوأ حادث من نوعه منذ حادث إطلاق النار في جامعة فيرجينيا الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً.